حياكم في ابو ظبي. اهلا ليالينا. كم بوزة اكلتي من اول ما بلشت مسرحية لهلا؟ والله ما ادري، زايدة 3 كيلوات يمكن من الذهب، ذبحنا هالذهب. حلو الذهب، يعني مركي الذهب بيجيب ذهب، وانت ما شاء الله لابسة ذهب كمان. احب الذهب، ماي فيفرت. خبرين، كيف شفتي اليوم جمهوركم بأبو ظبي؟ كيف شفتوا التفاعل؟ صراحة كل يوم جمهور أبو ظبي يصدمنا بكميته وكمية النشاط اللي عليه. بالعادة الجمهور حتى لو يكون مليان، حتى لو الكراسي تكون مليانة، يكون قاعد شي قاعد يطالع، بس لا ما شاء الله جمهور أبو ظبي ويانا حركي قاعد يغني. سمعت اليوم عملتي 10 عروض ما شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله. اللهم بارك. نفس طاقتك، يعني نحن هلا بالعرض العاشر يفترض. الحمد لله. شفتك على المسرح من يمين يسار. الصراحة أنا يعني أشوف أن الجمهور هو يساعد الفنان، أنه بكل عرض يبذل مجهود. يعني إذا الجمهور طاخ أنا كفنان صراحة بطخ، بس ما شاء الله عليهم طاقتهم والباور هم اللي قاعد يعطونا دافع أن إحنا نين وياهم. بعت لك المخرج النص، ليه حفظتك الأدوار؟ هو يعني بالأصح أن أنا شايفة المسرحية وحبتها، فمن كثر حبي حق المسرحية والشيء اللي قاعد نسويه لا إرادي أحفظ الأدوار، أحفظ كلام فلان، كلام دخول فلان، إنه يلا تأخرت على دخولك، دش هالدخول. من كثر ما أحب المسرحية والقصة والأغاني اندمجت وصرت حافظة كل الأدوار. شو اللي عم تحضروا بعد المسرحية؟ يعني في عندك مسلسل، في عندك أشياء تانية؟ إيه في شيء يعني قنبلة، يعني راح تفجر الفن كله. وين راح تكون؟ مسلسل إن شاء الله، أول مسلسل لي الحمد لله. وإن شاء الله عندي بعد مشاريع. وجه صنع في الكويت، شفتي شلون وجه خير؟ صراحة الكاست بكبرة وجه خير علي، الله يحفظهم ويخليهم. مين راح تكون؟ مع حياة فهد، سعاد عبد الله، هدى حسين. مع الفنان عبد الله بشهري كمخرج، والفنان محمود بشهري وشجون. حلو كثير مع شجون، خلص معناتها طمنا عليكي. الطفل الداخلي سعيد لما يكون مع شجون. بدي أتمنى لك كل التوفيق، وفعلا أبدعته، وإن شاء الله بعروضكم كمان بالخليج تبدأوا أكثر وأكثر. ما تقصر إن شاء الله، ناطرينكم بكل دول الخليج، نبي نشوفكم، نبي نفس النشاط والحيوية تعطونا إياه في كل مكان نشوفكم فيه. We love you.